تنزيل مدام كأنه مفصل خصوصي لإلك. في لون تانية؟ نو مدام، هذا أونسامبل، يعني قطعة ما إلها أخت. بتحبي تلبسي تيور في منه قطعتين بالبلد؟ لا 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 خلص، لكن ما بدها وقفة، اليوم موجود وغدا مفقود. بس هداك عجبني أكتر. للأسف مدام ما طلع من مقاسك. يا ريت يا ريت كان في بياسي. هي ميزة البضاعة اللي عندي، أونسامبل يعني قطعة ما إلها أخت. بقديش رح تحسبي لي إياه؟ لأنك صرتي زبونتي رح أعمل لك سعر خاص. إلك ب15. لأنه لونه مو على ذوقي، رح آخده ب10. يا ستي خلينا نقسم البيدر بالنص، ب12.5. ب12 بس. يلا يا ستي، مبارك عليكي. سلمو. زبونتي ما رح أزعلك. قوم بعلمك مدام. بهذا الشيء؟ إيه يلا، تمويه تمويه مدام. حاكم العيون مفتحة علي، بتعرفي البضاعة مهربة. يلا ماشي اوكي. تفضلي. تفضلي. هذا شانيل. معقول بس حقه 300 دولار؟ بركي ستوك. حتى لو كان ستوك وماركة تقيلة مستحيل ينباع بهالسعر. قديش لكان اختي؟ يعني هذا سعره مو اقل من 700 دولار. هذا كوكو شانيل محي الله. اوف، يعني في وحدة بتشتري تيور ب700 دولار؟ طبعا كتار. انت يعني بتشتري هيك؟ اذا لفاتن بلا حقه. ولك تسلمي لي يا شادو، انت يا دوب يطلع لك قرشين من نسبة الارباح، وبدك تهدي فوقهم كمان، ولو كان بيجي قياسه علي كنت اشتريته منك وبالسعر اللي انا قلت لك عليه.
طيب اختي حبيبتي، انت ليش ما بتخلي الطقم عندك؟ بركي بتجي شي زبونه، قصدي شي رفيقه من رفقاتك بتشوفه عندك وبتشتري. لا هي شادو، بدك تعملي اختك بياعه، بدك مالك جن. طيب ابعتي لها زباين من عندك. وشو بدي اقول لهم؟ اختي عم تبيع ثياب. ايه شو عليه؟ كلهم ماركات عالميه، يعني وين المشكله؟ رح يسالوني ليش انت ما بتاخدي من عندها؟ يا ستي محلولة، اعتبري أي تيور من تيوراتك من عندها. أنا كل تيابي بجيبهم معي وقت بسافر، يعني بجيبهم من بيتهم الأصلي. وبيت شادية من شو بيشكي؟ خلص يا جماعة ماشي الحال، أنا عندي زباين والله كافية. بس أنتي زباينك تبع الثلاثميات وفاتن رفقاتها تبع السبعميات والألفات، شو عليه إذا استرزقت شوي؟ حرام يعني يتحسن وضعكم؟ طيب شادو، ليش ما بتفتحي محل مثل كل هالبشر؟ تفتح محل؟ ولك فاتن انت شو صار لك؟ المخلوقة عم تبيع بضاعة مهربة، ويا ريت لحسابها الشخصي، يعني وحدة مرة عم تحطهم عندها، يا دوب عم يطلع لها على القطعة 500 ليرة، وانت عم تقلي لها تفتح محل؟ طيب طيب مجدة لا يطلع خلقك، إذا كتير محموقة عليها ساعديها انت. يا ريت، كيف؟ جيبي لها زباين من اللي حواليكي. قصدك رفقاتي اللي بالوظيفة؟ مثلا. يعني معقولة يكون عندي رفيقة تقدر تدفع حق القطعة 300 دولار؟ إيه ولا حتى 50؟ إيه هنن القطعة يلي حقها 3000 ليرة بياخدوها بالتقسيط. معقولة؟ شو؟ مستغربة إنه بياخدوها بالتقسيط؟ لا، بس أنا مستغربة، معقولة في شي يعني حقه 3000؟ أكيد مو أصلي. وكيف يعني مو أصلي؟ يعني ماله ماركة. معك حق. ايه اختي، شو هي الماركات اللي عليها العين؟ يعني اللي خرج الواحد يقوي قلبه ويسخى ويدفع فيها المبلغ المرقوم. في ماركات كتيرة قديمة وجديدة. خلينا على القديمة. ليش؟ في ماركات جديدة بتاخد العقل. يعني القديمة أعرق. عندك حق، هو التياب الكلاسيكية بتقدر تلبسيها بأي وقت حتى لو بطلت الموضة، يعني مثل هالتيور مثلا. وغير شانيل شو في كمان ماركات؟ في كتير، في عندك الإف سان لوران، في البيير كاردان، في الشار جوردان. هدول كلهم بعرفون غيرهم. ايش بدي عدلك لعدلك؟ في نينا ريتشي، في الكشاريل، في دولا كروا، في كتير. فعلا ما بنعدو. بس إذا بدك تجي إلي أنا بفضل الإسكادا، تياب وكنادر. وأبو مازن شو بفضل؟ بالنسبة لأبو مازن ما بتفرق معه التياب أبداً، أهم شي عنده إنه الكنادر والصبابيط يكونوا من بالي. بالي؟ علم؟ هذا الجاكيت ما قاله تنورة؟ ما حبشي، بجوز تلاقي أنت وحظي. قديش بالكنزة عارفي؟ 150. اوف كثير ضارب على اللاوية، راعينا شوي. مراعيكي وخالص، وفرانك ما بنزل. شو عم بشتري انا من الصالحية؟ إذا بتدوري بالصالحية وبالحمرة وبباب توما ما بتلاقي هيك موديل. طيب باخذها ب 100. قلت لك ب 150 وفرانك ما بنزل. دخلك هي البلوزة شو حقها؟ 150. لف لي اياها. ما فهمت شي. علم قديش حقه هذا التيور؟ هذا ب 1500. اف 1500 كثير غالي. هذا جوخ الماني، اذا بدك تشتري الدراع منه رح تدفعي اكثر من 1500. ايه بس بصراحه يعني انتو هيك عم تشجعوا البضاعه المحليه، يعني انا احسن لي اذا باخذ طقم جديد ب 1500 من اني اشتري طقم من البالي ب 1500. هذا يعني إذا ما فاصلت وأخذته بعد المفاصلة بألف ليرة. على راحتك. يعني رح تعطيني إياه بألف ليرة؟ بألف وخمسمية. هلأ قلت لي على راحتك، دغري غيرت رأيك؟ أنا ما غيرت رأيي ولا شيء، مو البضاعة المحلية فيها مفاصلة؟ روحي فاصلي على راحتك، أنا لو بمحلي ما بعتب باب هالمحل بنوب. وليش كل هالقد آخذ على خاطرك؟ أنا ما آخذ على خاطري ولا شيء، إذا إلك مصلحة تاخذيه خذيه.
مالك مصلحة انت حرة، انا عندي هون ما في مفاصلة. لف لي اياه. قديش نمرته هذا البوب؟ 45. عندك نحلة بس اصغر من نمرتين؟ يلا شو امرتي؟ قديش حقه؟ 2000 ليرة. اف هذا البوت حقه 2000 ليرة؟ بتعرفي قديش كان حقه 1000 مارك؟ وشوفي لساته جديد وخرنج. انت بتعرف قديش حقه البوت الجديد بالسوق؟ بعرف، لكني لابس واحد حقه 800 ليرة. غريبة، ليش مالك لابس واحد من هدول؟ انا مجنون حتى البس بوت ب 2000 ليرة. طيب، لف لي اياه. شادو حبيبتي شو انت مجنونة؟ انا البس بوت ب 2000 ليرة؟ وكبير كمان على رجلي. مالك بيك جورابار ماله احسن منك. ايه بس ب 2000 ليرة بزمتك ماله حلو؟ عم اقول لك كبير. واذا منحط له حشوه تفتل شوي قدامي. تفتل؟ ايه برهوم الله يخليك. طيب هي تفتلت انبسطتي؟ لك ان شاء الله بتقبر قلبي على هالتفتيله ما احلاها. يا لطيف يا برهوم شو لابق لك هالبوط؟ عن جد عم تحكي شادو؟ معلوم عن جد، البوط جاب هيئتك. لا يا شادو لا، هلا البوط هاد يلي من البالي هو اللي جاب هيئتي؟ لا يا برهوم يا حبيبي لا تفهمني غلط، بس اجى الوقت يلي لازم تتعامل فيه مع الحياة الند للند. حبيبي انت رجل غير عادي وتستحق حياة أفضل. صحيح أنا رجل غير عادي واستحق أعيش بظروف أفضل من هي، بس مو بالبوط بتبلش الأمور يا شادو. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ورحلة الحياة الأفضل بتبدأ بالبوط اللي بده يقود أول خطوة. بالبوط ولا هون؟ الناس بتطلع على بوطك قبل ما تعرفك، بتطلع عليك من ساسك لراسك، الساس قبل الراس يا برهوم. انتي متغيرة يا شادو، صايرة بتخوفي. تخوف؟ كنتي رضيانة، بس بعد ما صرتي رجلة أعمال. ايه شو صار لي؟ حاسس انه صاير لك انياب خفيه مثل مصاصين الدماء يعني، ويمكن تنقضي على اي شيء ما بيعجبك. ومو بعيد ابدا اني فيق شي يوم ولاقيك عم تجهزي انيابك لحتى تنقضي علي لاني ما عدت عاجبك. ايه لا اطمن، ممكن اتغير بكل شيء الا بموقفي منك. يلي هو انك بنظري احسن رجل بالعالم. ايه ها منيح اللي بقيان عندك شويه ثوابت. لا يا برهوم، أنا حتى لو تغيرت بتغير لمصلحتنا نحن الاثنين. أنا ما بعرف فكر فيني لحالي، أنا لما بفكر بفكر فينا نحن الاثنين. أنا وياك مثل الكزلك، عدستين بشمبر واحد. الله عليك يا شادو، صايرة حكيمة كمان. هالشغلة فتحت لي عيوني على شغلات كثيرة بالمنامات ما كنت أحلم شوفها. تصور لما سألتني المرة قديش حق التيور، أنا قلت لها 15. هي صارت تفاصلني على 12. أنا قصدي 15، 1500 ليرة. مو أتارية هي فهمانة علي 15,000 ورقة؟ مو بس هيك، اختي فاتن بتقلي إنه هذا المبلغ صغير. واكتشفت لك إنه فاتن مستعدة تدفع 30 و40 و50 ألف ورقة حق التيور. بالوقت اللي كانت فيه وحدة ست بالبالي عم تفاصل البياع على 150 ليرة. معقولة؟ 50,000؟ مشان هيك انا قويت قلبي ودفعت حق هالبوط 2000 ليرة، لاني بعرف حالي بدي طلع حقه من حق هالتيور هذا. ورجيني شو؟ والله انك مزوقة يا شادو. ميرسي. وقديش ناوية تبيعيها؟ هالمرة بدي قوي قلبي واطلب 30,000 ورقة. يعني بركي ما انباع معك بهالمبلغ ها؟ يا سيدي قد ما نزلوا لي بحقه رح ضلني انا الربحانة. بس هالتيور هذا له مشكلة واحدة. شو هي؟ الماركة تبعه ألمانية ومالها مشهورة. يعني مو مثل بيير كاردان، إيف سان لوران، شارل جوردان، وبصراحة الماركة هي اللي بتبيع. في حل. قلي يا أبو الحلول. منصنع ماركة على إيدنا ومنحطها على كل التياب وما بتعودي تتلبكي. ماركة على إيدنا؟ ما فيها مسؤولية؟ من وين المسؤولية؟ إذا الزباين مفكرينها بضاعة مهربة، بس نحن من باب الاحتياط منغير بعض الأحرف. شلون يعني؟ رح أقول لك شلون. أنا لفت نظري اسم ماركة بتشبه اسمك تماماً. اسمي انا؟ ايه بتبلش بحرف الشين، انت ذكرتيها شين شارل. شارل جوردان؟ ايوه بذاتها، نحن إيه؟ بس بنبدل بين شارل بنحط شادو،
بين جوردان بنحطها جاردان بتصير شادو جاردان. يا عيني عليك يا بروم على هالفكرة. شايفة؟ شادو جاردان يعني حديقة شادو. ايه مزبوط. أنا عندي باقي من الماركات وكل ماركة من بستان. على مبدأ كل زهرة من بستان، بس هون بيختلف الوضع، كل تيور من ماركة. والناس رح تقراها بشكل سريع وسطحي، ما رح يدققوا شار جوردان شادو جاردان. يا عيني عليك يا برهوم، هاي الفكرة لحالها حقها 50,000 ليرة. 50,000؟ ولك حدا بيشتري تياب 50,000؟ طول بالك رح تتشردق. والله أنا إذا متت ما رح موت شردق، رح موت طقي. لا تنحمق، ما في شي بيستاهل. ليكي مجدة، هالنغمة هي أنا صرت بعرفها. أيا نغمة؟ هذا البرود اللي بتتناولي فيه القضايا الخطيرة. شبو؟ إله أكتر من معنى، وكل معنى بيسلم على معنى. مثل ما بدك. لا مو مثل ما بدي. شو لكان؟ لازم تسأليني شو يعني أكتر من معنى، وليش يعني أكتر من معنى، وشو هن المعاني. طيب شو يعني أكتر من معنى؟ يعني بتبطني غير ما بتعلني. وليش أكتر من معنى؟ لأنه بسبب تعايشنا المشترك لأكتر من 20 سنة صار عندك حالة تكسيف لأكتر من شعور، وصرت تختزليهم بشعور واحد بيعبر عن كل المعاني. وشو هنن المعاني؟ هنن عبارة عن 3 بنود. البند الأول بتغاري من أختك. البند الثاني بتحقدي علي لأني ما عم أقدر عايشك نفس العيشة. إيه بس بهالحالة المفروض أني ما أتعامل ببرود مع هيك بنود، يعني وحدة غيري كانت قلبت هالبيت لجحيم. يا ستي أحسن. أحسن؟ بدك ياني أقلب حياتنا لجحيم؟ على قليلة بيكون موقفك واضح ومعلن. بدك ياني يكون واضحة معك؟ طبعا. طيب أنا صرت مستسلمة لقدري، يعني هذا حظي وهذا نصيبي، ويلي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. من شان هيك عم باخد الأمور ببرودة أعصاب. وضحت هلأ الأمور؟ العمى لهالدرجة يأساني من حياتك معي؟ بابا بدي 450 ليرة. وليش هدول بقى؟ حق بلوزة بدي اشتريها. لسا مبارح اشتريتي بنطلون 600 ليرة. ايه ما بدي لبق بلوزة للبنطلون. هلا بنطلون 600 وبلوزة 450؟ خلص بلاها. لك لا دقيقة رح اجيب لك المصاري بابا. شكرا بابا، اصلا البلوزة عجبتني كتير كتير وخايفة تروح علي. مزوقة بابا، طول عمرك مزوقة. خدي اي 500 تعي. يسلموا ايديك بابا. رح فاصله بركي بنزل لي هال 400 وهيك بصفالي 100. اذا فاصلتي بجوز ينزل ل 350 ليره. رح اعمل جهدي. يلا باي. سوسو بنتي، شفتي قديش قنوعه؟ بلوزه ب 400 ليره فرفحت لقلبها. هي تقبر قلبي، شو ما لبست بيلبق لها. الشغله مو بسعرها، بذوقها. لك ليش دائما نحن عيننا لبرا ولصناعه برا؟ والله صار في عنا نحن صناعة وطنية ونظيفة ورخيصة وحلوة، ولا الشغلة بلا بروزة ما بمشي الحال. شو بلاقيكي سكتتي؟ الظاهر ما عجبك كلامي؟ عجبني، عجبني كتير. عم تحكي درر. هاي لطفي. اهلين مدام. إيه شو قمت لي الاغراض اللي وصيتك عليهم على جنب؟ طبعا مدام، على هديك البصه. سلموا سلموا هديات. جميل. عفوا مدام، هذا التيور حطيه من ايدك لإلي. عفوا؟ شلون يعني لإلك؟ يعني انا نقيته وحطيته على جنب مشان اشتري. يعني حضرتك ما سمعتي صاحب المحل شو قال لي؟ لا والله ما سمعت شو قال لك. لطفي. نعم مدام. هدول الاغراض مو لي؟ بلا مدام. شلون بلا مدام؟ انا هلا بايدي نزلتهم على العلاقه. الحقيقه انتوا التنتين مزوقين لانه عرفتوا تنقوا. لا سيدي مو نحن التنتين، انا نقيته قبلها. بعدين حضرتك قايم لها هدول الاغراض اللي بدها تاخذهم على جنب، يعني لو كنت بدك تبيع هذا التيور كنت حطيته فوقهم، صح ولا لا؟ مزبوط. بس ال شفت شلون؟ انت قلت مزبوط، يعني هذا التيور من حقي انا. بالأول عرفتي قديش حقه؟ قديش حقه؟ هذا حقه 2500. رح أخده. لا شو تاخدي؟ أنا بدفع فيه 2700. أنا بدفع فيه 3. شو قلتي مدام؟ أنا باخده ب 3100.
3500. 4000. عهلقونا على دوي. مبروك عليك. لطفي دخلي هدول على الحساب. أنا حساب مدام؟ مو في بيناتنا حساب؟ مزبوط، بس أنت وعدتيني إنه اليوم رح تدفعي. هلأ اليوم ولا بكرة؟ شو فرقت؟ بصراحة هي رابع مرة عم تأجليني، وبعدين الحساب تقل. مدام لا تواخذينا بهالكلمة، أنت عم تاخدي أحسن بضاعة بهالمحل. عبالي أنا أحسن زبونة عندك بهالمحل. على راسي مدام، بس صدقيني ما عم توفي معي. أنا بدفع شندي بندي. إيه إيه، هذا الكلام اللي بيعبي الراس. إيه بس برجع للمبلغ الأصلي. شو يعني؟ يعني اللي قبل المزاد. الله يجعله ملبوس الهنا، تكلنا على الله. لفلية العبقرية البرهومية. وهلأ بعد ما منخيط الماركة هون المحظوظة يلي بيكون من نصيبة. تفضل. يسلم نعيمي. ايه والله شكرا. يسلموا شكرا. يسلموا نقومي. يسلموا لك يا نعيمي. ابو مازن بوتك حلو كتير. اولا هذا اسمه صباط مو بوت، لازم تميز اسمه اول يا برهوم. ليش هذا انا اللي لابسه؟ شو اسمه؟ مو كبير على رجلك يا برهوم؟ لا بالعكس، شو كبير عديل، كتير مريح. حتى ليك شوف ها بيمشي بكل الاتجاهات. وبعدين ماكن شوف. بس ما قلت لي يا عديل صباطك من وين؟ هلا انت من امتى مهتم بهالموضوع؟ من وقت ما صارت شادية تبيع ثياب اجنبية. شادية عم تبيع اواعي اجنبية؟ من امتى؟ هي لا مو انا ابو مازن، هي وحدة بتحط عندي بضاعة وانا ببيعها. ايوه برافو ظريف. وشو عم يطلع لك من هالشغلة؟ الحمد لله مستورة. احسن من القعدة بالبيت بلا شغل. وشو ثياب؟ كلها ماركات يا مالك. لا في شيء عجبك؟ لهلا ما لقيت شيء يناسبني. شادية ورجيها التيور اللي معك. اي تيور؟ اي تيور؟ هاد شبكي. بس هذا التيور مباع. فرجينا يا يا ماما، انت ما بتخسري شيء. ايه شادية فرجينا يا. حلو حلو ها. الله يا شادية يا الله يا شادية، ليش ما اجيتيني يا الله يصلحك يا شادية، كان كيف تفرجينا من اول النا. بس انتم مو حمل هيك اسعار يا عمتي جميلة. شو عرفك إذا كنا حمل ولا لا؟ خمن يا عمتي. نجيب قصده إنه المرأة اللي عم تحط تياب عند شهادية غلوجية، يعني الواحد ده يعمل حسابه على 300-400 دولار لهيك تيور. أوف أوف أوف، شو صاير بالدنيا؟ قلت في تياب بالبلد؟ قلن عمي قلن، لأن إذا أنا حكيت رح ينقزوا مني وما رح يصدقوني بنوب. بس مو غالي لك بنتي، مين رح يقدر يشتري بهالسعر؟ إيه شو فكرة كل الناس مثلك ومثل بناتك؟ إيه أنا حتى لو معي مصاري ما بشتري بهالسعر، هذا تبذير عادي يا جماعة. إيه بس هذا شار جوردان، بقديش بعتي شادية؟ 20,000 ورقة بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو فاتن، إذا عجبك خذيه. شو شادية؟ طيب والزبونة؟ لك شو زبونة؟ هلا بدك تبدي زبونات عن أختك يا شادية. بس لك شو بس، ما بدها بس خلاص.
ما بصير تترددي ولا شوي، يعني هي اختك، لانه وبعدين مو بس لازم تبديها، لازم ننقص لها كمان 500 ليره، عرفتي شلون؟ اختك هي ما حدا غريب. هلا اذا كان عجبها لفاتن تعتذري من الزبونه او جيبي لها واحد مثله. ايه ما في مثله. ايه احسن. فتون هلا انت عجبه؟ ايه كثير. ايه خلص مبروك عليك يا سيدي، وبلا 500 ليره كمان. لا 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 هيك ما بيجوز. لا لا انا ما ببل. لا ليش عديل؟ يعني اعتبرها هديه من شادي انا فاتن. لا لا شو هديه؟ لا 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 مو ممكن ابدا. لا خيركم سابق مالك بيك. بس شوف مرهوم، ماني حامل كاش انا، لك امرؤ بكره لعندي على المكتب او على البيت بعطيك. يعني مو حامل بجيبته فراطه هلا؟ لا 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 نحن مو مستعجلين، على مهلك مالك بيك. يا اخي مو مشانك انت، مو مشانك، مشان هي المره اللي حطت ثياب عن شادية، يعني هي شو ذنبها؟ ايوه مضبوط معك حق. انا رح فوت قيسه. ماما، عمته، مجدة، نادو، حبيباتي، أنا كل وحدة فيكم رح أحسب حسابها بتيور، بس بقى أنتوا دعوا لي لاقي من قياساتكم. لا تاكلي همي ماما، أنا مو لازمني. ماما حبيبتي، إذا مشان الدفع لا تاكلوا هم، فيكم تدفعوا بالتقسيط المريح وعلى أقل من مهلكم. إذا هيك طمنتيني، وصيلي على واحد. أنا ما بلبس تيورات، بتعرفي. وأنتي مجدة؟ شو؟ ما بدك توصي أختك على واحد كمان؟ ما بعرف. لا لا وصي على واحد. شادو زكاتك وصينا على التيور لأختك مجدة. عن جد نجيب يسلموا إيديك. هلا أنت الوحيدة اللي ما بدك، ليش بقى؟ قلت لك خلاص ما بدي. يا حسرة علي، كلهم عم يتعزموا وما حدا تذكر. شو رأيكم؟ يا سلام يا غالي غالي. أنا بصراحة غير السينية ما بالبالي. طبعاً شان جوردان مو أي كلام. ما قلت لي عادي منين جايب صباطة؟ بروم أنت شو قصتك حاطط تابك وداب صباطي اليوم؟ والله بصراحة هيك حابب، يعني حبيته بدي اشتري مثله. أنت بدك تشتري مثله؟ يا بروم هذا بالي. بالي؟ شو هالصدفة؟ أنا كمان صباطي من البالي؟ نعم؟ سوري عم بيمزح بروم، من وين لوين لحتى يقدر يشتري صباط من بالي؟ شكرا نجيب. على شو؟ عالطقم اللي وصيت لي شادي عليه. ايه قلت لحالي طالما بالتقسيط يعني شغلي مقدور عليها مو مشكله. لك انت ليش هيك دائما؟ الشغلات الصغيره بتكبرها والشغلات الكبيره بتصغرها. لك شو شغلات كبيره وشغلات صغيره يا مجدة؟ اذا انا بهالزمان اشتريت لك شي غرض شو رح تخرب الدنيا؟ بالعكس رح تعمر. بس انا كل اللي هاممني شغله واحده بس. شو هي؟ إنك أنت ما حبيت تكسر بخاطري قدام أمي وأبي وإخواتي، مع أني بعرف إنك مالك حمل تدفع حق هيك طقم. معقول يا مجدة تظني بيوم من الأيام إني رد لك طلب بقدر نفذ لك يا؟ بعرف حبيبي، بعرف إنك ما بترد لي طلب. هذا من ناحية، من ناحية تانية إن شاء الله مفكرة إنه بسمح لمالك الجورابار إنه يتبهور على كتافي. إلا والله ما بسمح له لو بدي بيع كل تيابي. شو ساوي؟ قل لهم الحقيقة وأخلص؟ إيه بس بعد شو؟ أحسن شي ما أخذ منها المصاري. إيه بس هيك بدي انكشف من وين لوين لحتى أهدي أختي فاتن هدية هالقد حقها. إيه أنا ليش مكبر الموضوع كل هالقد؟ بكرة الصبح بروح لعندها وبقابلها وجها لوجه وبقول لها على الحقيقة. ايه اختي هي شو بدها تقتلني؟ الدم ما بصير مي. خلص اتكلنا على الله، بكره الصبح بنهي الموضوع. تصبح على خير حبيبي. بس هدول 20,000 يا شادو. مرهوم كنت عم تسمعني وتاركني لحالي عم بحكي مع الحيطان؟ ان شاء الله عمرهم 20,000 بخسرهم ولا بخسر اختي. فاتن مو بكير على روحها؟ انت اللي فايق متاخر. ولا ما صدقتي انه يطلع الصبح مشان تلبسي التيور وتفرجيه لرفقاتك؟ بصراحه ايه، لانه اجى بوقته،
كل الثياب اللي عندي صاروا شايفينهم علي، وانا بحب التغيير. مدام جورابار لازم تكون احلى وحده واشيك وحده، مو هيك مسيو جورابار؟ ايه ايه رح تتاخري. لسه هلا كنت عم تقلي بكير على الروحه. شو بدي اقول لك، بدك تطولي؟ ساعتين زمان مو اكثر. يعني بدي افطر لحالي. معلش حبيبي، مرة واحدة بالشهر. بدك شيء قبل ما اروح؟ لا، صحتين سلف. من كل عقلك مفكر اني رح افطر؟ لا، لك ليش رايحة؟ تسلاي حبيبي. باي. تسلاي. فقروا الاولاد نايمة؟ لا لسه. شوفي بدي اياك ديري بالك على ابو مازن، بدي اياه يقوم من نومه ويلاقي فطوره جاهز. يعني مثل العاده؟ إيه لا ستي، مو مثل العاده. شلونك ها؟ اليوم رح يفطر لحاله، يعني انا ما رح كون معه. باي. باي، اذا هيك معك حق. صباح الخير نعيمة. أهلين شادو. تعي معي تعي. الظاهر ما رح تضطر لحالك يا أبو مازن. صباح الخير سهري. أهلين شادية. شو خايفة ناكل عليك المصاري حتى جاية من وش الصبح؟ شادية تعي افطري معي، ما بحب أكل لحالي أنا. ليش وين فاتن والولاد؟ الولاد لسه نايمين وفاتن طلعت. طلعت؟ ايه بس ولا يهمك شادية، المصاري جاهزين. لا يا صهري، ليش مين قال لك اني انا جاي مشان المصاري؟ لا وين المشكلة شادية، يعني هذا حقك، يعني لو انه المصاري الك كنا حكينا، بس انت يعني واسطة، انت بدك توصليهم لصاحبتهم، ما فيها شيء يعني. بصراحة انا جاي اخذ التيور. يو وليش غيرتي رأيك بين يوم وليلة بقى؟ مشان ما تزعل الزبونة. يا شادية هذا الحكي ما بيصير، اللي بده يشتغل بالتجارة ما بصير يقلب عقله هيك على كيفه، يعني هذا الحكي مو منيح بين التجار. اي انا مشان هيك جاي اخذ التيور. يا حبيبي هلا انت خلال 24 ساعة غيرتي رأيك مرتين. لا شوفي شادية بصراحة رح اقول لك، انت على الحالة يعني ما بظن انك تقدري تستمري. الظاهر يا صهري ما رح استمر. ليكون زعلتي مني؟ شوفي انا عم حاكيكي يعني بالموانة، يعني بتعرفي خبرة 30 سنة أنا عم حاول لخص لك إياها بكلمتين، بعدين هذا ما بيصح لمين ما كان، لولا معزتك أنا كنت سكت ما حكيت ولا كلمة. لا سهري بالعكس، أنا بعرف إنك أنت عم تحكي لمصلحتي، مشان هيك وحرصاً على سمعتي بالسوق أرجوكم ترجعوا لي التيور. لو ثبتي شوي كنت لقيتي هون، لأنه لبست التيور وطلعت تعمل صبحية. هاي رغدة. بونجور. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو هالأنا فهد؟ هذا من ذوقك. طيورك كثير حلو فاتن. طول عمرك فاتن. هذا الله شو هذا الحلو يعني. خلص يا جماعة خجلتوني. مدام فاتن منين جايبة هالتيور الحلو؟ هذا الحقيقة جايبته من عند وحدة بتجيب تيورات سينيه من باريس. سينيه؟ طبعا شار جوردان. وبقديش أخذتيه؟ 400 دولار. يا بلاش. وانا كمان تفاجأت بسعره، ولو طلبت مني اكثر كنت راح ادفع له. هو بذاته نفس الازرار ونفس اللون ونفس القماشه. هيلب يور سيلف فاتن. بالاذن يا جماعه. بدي راحتي. مرحبا. كيفك؟ يا هلا يا هلا.
ستي من يومين اللفاية تبعي كانت بالبالة وشافت فاتن مرت مالك بيك شو ربار. معقولة؟ شو الحكي؟ شو الحكي؟ بجوز ما كانت انتبهت لها لو ما كانت عم تفاصل البياع على نفس الطقم ونفس اللون ونفس القماشة. على حكيها حكي اللفاية انه التيور نفسه اللي لابسته فاتن بيشبهه كتير. اكيد ايه فاتن رح تشتري من البالة. ايه مو معقول حبيبتي. لا تغرك المصاهر، في ناس ما في بجيبتها فرنك بتحب تعيش بالحلالة. بس فاتن جوزة ملياردير. يو شو عرفك؟ رحتي عملتي لها كشف حساب شي؟ لا. دوري بحب شي بتلاقيهم عايشين بالدين وراهنين اللي فوقهم واللي تحتهم بس ليعيشوا بالمظاهر. سكروا سكروا على الموضوع. بس هلا بحطيتي فاتن؟ يا ستي إذا أكلت نصهم بيكون كتر خير الله. يا عليك مدام فاتن، من أنه محل شاري التيور تبعك؟ هو الحقيقة أنا ما أخذته من محل، أنا أخذته من بيت. وشو الماركات اللي عم يبيعوها؟ هو ما في شي محدد، مرة شفت عندها شانيل وهذا مثلا شارل جوردان. هلأ أنت متأكدة أنه التيور هذا اللي لابستيه شارل جوردان؟ تفضلي ريلا الماركة. بس هي مو شار جاردان. شادو جاردان. أول مرة بسمع بهالماركة. شفتوا؟ ما قلت لكم؟ شو قلتي لهم؟ إنه التيار لابستيه مدام من البالة وبعد الانفاصلة حقه 2500 ليرة مو 400 دولار. من البالة و2500 ليرة؟ لازم تحاكيها. خليتيها تخجل. ايه ستي خليها تنكسر شوكتها شوي، حاجه شايفه حالها على الكل ورافعه مناخيرها للسما. طيب بلكي ما نعرفاني انه من البالي. لك عم قلكم اللفايه تبعي شافتها بعينها. شو شادو جاردان عنا؟ مازن شو عم يصير؟ والله ما بعرف. شو يعني شادو جاردان؟ شادو ليش هيك ماما عم تطلع فيكي؟ رح اقول الحقيقة حتى لو بدي اخسر سمعتي بالسوق. ولك بالبالة يا عيب الشوم عليك يا شادية. هي اخر تسجلي اختك بين الاكابر؟ هي اخر معاملتها منيحة الك ولجوزك؟ جميلة هلا مو وقت هالحكي، البنت معترفة بذنبها. كمان راحت لحتى ترجع التيور ما لحقت، كانت فاتن لابسته ورايحة. ورايحة منيحة لي ما دفعتوه حقه، كنا ما خلصنا. اساسا انا ما كنت ناوي لا بيعايا ولا اخذ حقه. بس والله قطع حلوة كتير، كلياتكم غشيتوا فيها يعني شو ربار. ايه لسه شادو جاي بكل موديل احلى من الثاني. ودخلك؟ كلهم عليهم ماركة شادو جاردان؟ يا فضيحتنا بين الناس، لو نصها صايرة مع أي وحدة منكم كانت نص مصيبة، بس مع فاتن ولي على قامتي عليك يا حبيبتي. ايه فهمنا بقى، الدنيا ما خربت، اللي بيسمع هيك بيفكر إنه صاير شي لا سمح الله. بعدين شو بهالباري؟ ما بكفي إن سترت ناس كتير ما بيقدروا يشتروا ثياب جديدة؟ ليش الناس بتخجل من الحقيقة؟ ما عم بفهم والله. على فكرة أنا في عندي رفيقة بتتباهى بالثياب اللي بتجيبها من الباري. شرف يعني مو كل الناس بتخجل. مظبوط معك حق،
ولا تنسوا البعد الفلسفي والنفسي للبالي، البحث عن المجهول، الغوص في محيط الأقمشة والألوان، والعثور على الدرة النادرة، التحفة التي لا تشبه أحداً ولا أحد يشبهها. ها، رح أشعر برضو. إيه والله أحلى منك، شو بكم تعملونا منا كارثة؟ شو بدك يانا نعمل؟ نهني برهوم وشادي على عملتهم السودا؟ إيه معلش، كمان فاتن ما لازم تحملك لهالقد، لأنه هي بالنهاية ما لها دخل، يعني هي التانية كانت ضحية احتيال. عفواً شادية دخيلك، بس هي هي الحقيقة، هي من جهة. من جهة تانية يلي عملت هالفصل بفاتن كان قصدها تزلها لأنها بتغار منها، ومو صحح لها قد ربع يلي صحح لفاتن، مو هيك نجيب؟ ايه ممكن ممكن، أحسنتي. طيب هي اللي عملت الفصل بفاتن شو عرفها انه التيار من البالي لو ما كانت ذات نفسها هنيك وتخبت ورا اللفاية؟ هلأ عرفت مين هي. برافو عليك يا نادية، انا شلون ما خطرت على بالي من الاول. هي واحدة ست كتير مقدرة وكانت لابسة كتير جخ، وكمان كانت سيئة سيارة. معقولة؟ ايه ماما لا تخشيك المظاهر، نص الاكابر اللي بتعرفيهم وسامعة فيهم بيروحوا بيشتروا تيابهم من البالي. غريبة هالبالي، قدرانة تجمع كل فئات المجتمع بوعاء واحد وكله له دوافعه الشخصية، الفقرة للسترة والأغنياء كمان للسترة، بس من نوع تاني لحتى يقدروا يحافظوا على المستوى اللي تعودوا يعيشوا فيه، وكمان لحتى يسايروا المجتمعات الهاي يلي معها مصاري ما بتاكلها النيران. حتى بالبالي صار في طبقية، لا والكل بيخجل منا والكل بيحكي عنا بصوت واطي وكأنه ذنب أو عيب. بس أنا ما بخجل منا. نو إيه بس أنت ما بتقبل تلبس من البالي. هذا شي تاني، بس أنا هيك طبعي، ما بحب ألبس شغلي لابس حدا غيري، بقرف يا أختي بقرف. هلأ خلونا فاتن ومالك، أنا خايف اللي صار يترك شرخ بين الأختين وبين مالك وبرهوم. لا تخاف بابا، مثل ما خربتها رح صلحها. أهلين فاتن، تفضلي. مرحبا. أهلين وسهلين. طيب إجت لدم فاتن، وحلوة السعادة. جايبة معي ضيفة، معليش. أنت وضيوفك بعيوني، تفضلي. فوتي شادو. أهلا وسهلا. أهلا مازن. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. هي الست اللي تخانقت أنا وياها بالبالي. يعني أنت اللي كنتي بالبالي مو اللفاية؟ شو